السلام عليكم شباب، دي المحاضرة رقم 3. احنا كنا خلقنا الشكل دوت وخلقنا الكرة ديت في اخر محاضرة، تمام. هنا طبعا بنشوف البارتس اللي احنا عملناها قبل ما نخش على الجزء الجديد في البوربريتس. طبعا في هنا شوية حاجات كتير، تمام، تقريبا هي نفسها اللي هنا، تمام، بيسهلها لك بدل لما تخش عليها من هنا ومن هنا. طب الحاجات دي لازم نخش زي ما قلت لكم ونجرب ونعمل، تمام. انما اهم حاجة لازم نعرفها او اللي دايما هنحتاجه كتير قوي، البارت شيب اللي احنا عايزين نعمله، اصول الشيب دوت. لو انا عايز ازود جزء كنت انا نسيته، او لو انا عايز اقطع حاجه، دول في الغالب هنحتاجهم كتير قوي. طيب هنا المانجمنت، المانجر اللي هو يجيب لك كام جزء انت عملته، وممكن بقى في امكانيه ان انت تمسح واحد منهم، او ممكن تعمل كوبيو، يعني ممكن تعمل 2 أو 3 أو 4 لو انت عايز تعمل الجسم دوت بكذا كذا مره. طيب الحاجه برضو التانية اللي احنا نسينا نقولها المره اللي فاتت، السيف. لو انا عايز، انا عملت البروجكت بتاعي عايز اسيفه، هتيجي من هنا من الفايل وبعدين تروح تدوس على سيف، هيطلع لك هنا شاشه وتختار اسم. طبعا انا سيفته قبل كده، ممكن خلينا نعملها بسيف اد اهو، تمام. هيطلع لك الشاشه ديت وهتختار اللي انت عايز، الاسم اللي انت عايز تعمله للموديل بتاعك وتسميه. طبعا الفايل زي ما انا قلت لكم قبل كده هيتسيف في التمبر الفايل اللي انت كنت عامله قبل كده وانت بتنزل اباكاس، تمام. ممكن تاخده بعد كده تعمله كوبي من السي اي اي زي ما احنا شايفين ده، وتحطه في اي فايل وتدوس عليه مره دبل كليك، هيفتح مباشره ويدي لك الفايل اخر حاجه انت عملتها. طيب في حاجه مهمه جدا في البارت اللي هو جزء بتاع البارتيشنال ده، ممكن نخش عليه من هنا من التولز، تمام. بارتيشنال ده، تمام، بارتيشن. البارتيشن ده انت ممكن تقطع الجسم عن طريق الفيز او عن طريق السيلز، يعني السيلز دي الجسم ده كله ممكن تقطعه جزئين او 3 أو 4 زي ما انت عايز، وممكن تقطع يعني السطح بس، يعني تخلي مثلا السطح ده تقسمه نصين، بحيث الجزء اللي فوق غير الجزء اللي تحت، بس ملوش دعوه ببقيه الجسم، تمام، او السيلز، او طبعا الايدج ممكن الخط ده ممكن تقسمه نصين، تمام. يعني بس في الغالب احنا بنحتاج ان احنا نقطع الجسم دوت، السيلز دي او السيل عامه، وبيدي لك كذا خيار، والحاجات دي لازم طبعا كتير جدا. احنا لو قعدنا في البارت ونشرح كل الحاجات اللي فيه مش هنحتاج فوق ال 20 30 فيديو، تمام. طيب هناخد بسرعه وبعد كده نبقى نرجع على الحاجات دي تاني. لما نيجي نخش على البروبورتي، ادي البروبورتيز كده، تمام. هنا زي ما تقول تخليق المواقع او التخليق الاول ميكانيكال بروبورتيز اللي انت عايز تحطها، وهنا المانجر اللي هو هيجيب لك اللي انت عملته كله، تمام. طيب عايزين مثلا نختار، هنفرض ان انا هتعمل اول ماتيريالز من الستيل مثلا، يعني خلاص. طبعا انت ممكن تسميها ستيل، سماء المونيوم، سماء اي حاجه. هيطلع لك الشاشه لما تيجي تدوس على دي، يطلع لك الشاشه دي، تختار هنا الاسم، تمام. الجنرال ديت فيها شويه حاجات في الغالب مش هنحتاج، طبعا للناس بتوع الميكانيكال مش في الغالب مش هنحتاج الا الدينستي. لو هو بيشتغل في الديناميك هتدي له الدينستي بتاعت الجسم، تمام. لو انت مش هتشتغل في الديناميك او مش هتعمل حاجه داينامكس مش هتحتاج كمان الدينستي. في الميكانيكال في حاجات كتيره بيطلع لك، طبعا دي بقى كلها مودلز حسب ما انت عايز تعمل ايه. عايز تعمل كسر، عايز تعمل دامج، عايز تعمل داكتايل دامج، عايز تعمل بريتل دامج، عايز تعمل فراكشر ميكانكس، تمام. دي كلها مديول او مودلز لحاجات. طبعا دي لازم يعني عشان قبل ما تخش تبقى انت عارف انت عايز تخش تعمل ايه وتختار المودلز اللي هيناسبك من هنا، تمام. طبعا ان شاء الله هناخد واحده واحده من دول، بس خلينا ناخد حاجه مبسطه الاول. طبعا في الحاجات المبسطه في الاول الالاستيك والبلاستيك. تعال ناخد الالاستيك، تمام. لو انت طبعا البلاستيك ديت طبعا برضو كان فيها كذا مودلز، تمام. لو انت تعمل او هتحمل وتخش بالجسم في حاله البلاستيك، تمام. لو انا هشتغل الالاستيك هنختار الالاستيك، تمام تمام. ادي الميكانيكال الالاستيك، طبعا في برضو كذا حاجه كبيره، في الفيسكو الالاستيك وفي الهايبر الالاستيك وكذا. الابسط حاجه فيهم الالاستيك العادي، تمام. هيطلع لك كان الماتيريال ايزوتروبيك او الانجينير كونستنت. الحاجات دي كلها دي خاصه بالاسكانه الماتيريال ان ايزوتروبيك او الاورثوتروبيك لو انت بتشتغل في الكومبوزيت بتاع دي. وفي الغالب لو انت بتشتغل في الكومبوزيت هتشتغل الانجينيرين كونستنت او الاورثوتروبيك او اللامينا، تمام. وفي الغالب انا بحب نشتغل في الانجينيرين كونستنت، ده اسهلهم يعني. طيب الايزوتروبيك ده لو الماتيريال ايزوتروبيك ميكانيكال بروبرتيز، يعني المودلس اولاستيستي او الخواص بتاعتها متشابهه في جميع الاتجاهات، هيطلب منك المودلس اولاستيستي وهيطلب منك الباسن ريشيو. طبعا
هندخلهم لو انا بتكلم في على الستيل هيبقى 200 جيجا باسكال، وتضرب في 10 اس 3 هيبقى كده 200 ميجا باسكال، بحيث ان يطلع لك الحاجه دي بالميجا باسكال، والباسنج ريشيو مثلا 3 من 10 وهكذا. خلاص كده يبقى انت دخلت الستيل، عايز تدخل الومنيوم ماشي. طيب هنا بقى في حاجات تانية برضه، حاجات تانية للناس. البرنامج ده يا شباب بيستخدم الناس بتوع الكهرباء والناس بتوع الفلويدز، فهتلاقوا حاجات كتيرة ممكن ما تحتاجهاش. طبعا لو انت عايز حاجة بتخش في الدوكيومنتيشن وتعرف كل حاجة من هنا بتعمل بيها. طيب يبقى انا دخلت ان هنا الستيل، عايز ادخل واحد تاني بتدوس على هنا ويطلع لك واحد تاني وتدخل اللي انت عايزه. هنا بقى بيقول لك طب انت لافرض انت عامل كذا شكل كده، يعني عايز تقول دي مثلا الحته اللي فوق دي حته والحاجه اللي تحت دي بمواصفه ثانيه، فهنا دي بتعرف السكشنز. تمام، هتعرف سكشن ان مثلا سكشن واحد ده هيبقى هوموجينيوس او جنرالايزد بلان سترين او ايلر او كومبوزيت. تمام، هنفترض ان هو هوموجينيوس، دي في الغالب للناس كلها اللي بتشتغل في الميتال او حاجات الايزوتروبيك او الهوموجينيوس كونتينوي كده وخلاص. هتختار لو انت بقى واختار هنا، خلينا نعمل كانسل ونختار هنا، لا مش عايزين نحفظه، نختار واحدة ألمونيوم كمان. تمام، ميكانيكال اللاستيك اهيت، نختار هنا 70 واحد اتنين تلاتة، 70 ميجا 70 جيجا باسكال، وبرضو علامة 3 من 10 مثلا. ده كده يبقى انا عملت الألمونيوم. طيب لما تيجي تختار سيكشن، هفترض ان انا سيكشن واحد وموجينيس خلاص، عايزه ماتيريال ايه بقى، ألمونيوم ولا الستيل؟ لا ستيل مثلا يعني. تمام، طب السيكشن التاني خليه بقى السكشن التاني الومنيوم، ماشي خلاص. هنا بقى انت اخترت سكشن ليه ماده معينه. تمام، طيب هنا بقى تحط السكشن ده بتاع انهي ماده في الجسم اللي قدامك ده، اهو اهو هتعمل كده يقول لك بقى خد اهو السكشن اللي فوق دوت. تمام، ده بتاع السكشن الاولاني اللي هو كان الستيل، ماشي. طيب واللي تحت اهوت ده بتاع الالومنيوم، طبعا ممكن يبقى كل الجسم سكشن 2 اللي هو الالومنيوم، ممكن يبقى الجسم طالما ممكن يبقى الجسم كله ماتيريال واحده زي ما انت عايز، طالما الجسم تحول لونه للاخضر كده يبقى معنى ذلك ان انت دخلت البروبرتيز تمام او بكفاءه عاليه. طيب الجزء اللي تحت ده بتاع لو انا هنعمل كومبوزيت، خلينا نشرحه المحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.